وثم تعرف على طريقة وكيفية إيجاد إعادة ضبط إمكانيات الوصول. أقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، من ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على الحسابات ونسخ الاحتياطي عفوا، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إعادة الضبط، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إعادة ضبط إمكانيات الوصول. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إعادة الضبط، وهنا سوف تقوم بكتابة الرمز خاص بهاتفك. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.